راجل اسحاق من هيئه الخدمه الروحيه في تدريب القاده في مصر مراسلات اسكندريه. دخلت الخدمه سنه 2006، كان كل شغلي في المراسلات، رد على الجوابات، فرز ايميلات، حاجات كلها عبر الشاشه كوميونيكيشن سنتر. من سنه 2006 لسنه 2008 شفت احتياجات كتيرة قوي في الايميلات وفي الجوابات اللي كنت بقراها، معظمها ان الشباب بيعدي بمشاكل، ان هو فاشل، حاسس ان هو مفيش امل، جرب حاجات كتير وفشل فيها، علاقته بالكنيسة بدأت تضعف، غير معظم التاني اصلا مش في دماغه، بس بيقضي وقت على المواقع الاجتماعية او السايتات، بيضيع وقت. ربنا حط جوايا الجوع دوت ان انا اكون بتقابل مع الناس دول وش في وش، احكي لهم خبرات انا عديت بيها، اشاركهم، وعن طريق اللي بفهم فيه عن طريق الرياضة، لان انا عن نفسي شخصيا اختبرت الله واختبرت معرفة الله وحياة جديدة عن طريق الرياضة. حسيت قوي ان فكرة الرياضة ممكن تكون بتساعدنا ان احنا نكون عامل جذب للناس ديت، لان الرياضة مش بتميز بين حد غني او حد فقير، ولد او بنت، كل ده مش بيفرق في الرياضة، لان الرياضة ملعب وبتجمع الناس كلها، كله بيجري وبينبسط، بنعمل صداقات بسهولة جدا، بنبني جسور معاهم بسهولة قوي. فده كان فرق معايا قوي ان فكرة الرياضة ممكن تكون امتداد كويس، عامل جذب كويس، ان احنا نكون بنتقابل مع الشباب دول. كان في تحديات صعبة قوي في الوقت دوت، ان انا كنت لوحدي، ما كانش معايا حد بيساعدني، فبدأت اخد معايا اتنين كنت بتابع معاهم عن طريق الفيسبوك، ان هم كمان بيكونوا بيساعدوني ويكونوا بيكملوا معايا الوقت اللي بعد كده. انا اسمي فادي وجيه، عندي 23 سنة، بخدم في فريق هيكان، خادم متفرغ في الفريق. انا توني عادل، عندي 23 سنة، متفرغ في خدمة فريق رياضي هيكان. تقريبا اخد وقت حوالي سنة انا والاتنين اللي كنت بتابع معاهم، ان احنا ازاي نكون نفكر ازاي ننقل الصورة ديت للحقيقة، لارض الواقع، ما تبقاش بس رؤية واهداف جوانا، لكن نكون بنترجمها لاحداث حقيقية تكون بتحصل. شاركت الفكرة مع المديرين عندي وقلت لهم انا حابب ان انا اكون بعمل كده، بصراحة جدا شجعوني وقالوا لي ان الوقت دوت وقت ان انت تكون بتتنقل للناس ديت، ان احنا نكون نتقابل معاهم، مش بس يكفي ان احنا نكون نتقابل عبر الشاشة وكوميونيكيشن سنتر، لكن نكون في تفاعلات حقيقية بيننا وبينهم. بدأت افكر ان انا اوصل للناس ديت بطريقتهم عن طريق المواقع الاجتماعية. فقعدنا نفكر ازاي نعمل كده. كانت اول فكرة بدأت توصل لدماغي ان ليه ما كنتش بعمل جروب واسميه قد التحدي، وعملنا اعلان ليه عن طريق فيسبوك، واشكر ربنا عن طريق فعلا الجروب دوت قدرت توصل لناس كتير. بدأنا نعمل سلسله من الايام الرياضيه، دوره كوره، كامبات رياضيه، كل فكره بتاعتها كانت اسمها قد التحدي، لان انا بقول لهم تعالوا معايا نتحدى العادات والتقاليد اللي مش مسيحيه اللي بدأت تدخل لمجتمعنا. بدأنا نجهز وبدأنا في فبراير 2008، كانت تعتبر نقطة البداية ان احنا بدأنا اول احداث سلسلة قد التحدي، وكان يوم رياضي، وقد ايه كنا خايفين، قد ايه كانت في عواقب كتيرة جدا، كان في مجهود كتير بذلناه، كان الامر صعب قوي قدامنا لان احنا كنا عددنا كان صغير، كنا 3 أو 4 بس. كان اول حاجه نعملها وتطلع للنور، الامكانيات ما كناش عندنا امكانيات كتير، لكن على قد ما تعبنا قد ايه ربنا اتمجد في اليوم دوت وما خذلناش، بالعكس جاب عدد مضاعف من اللي احنا كنا عايزينه في اليوم دوت. شفنا الثمر، شفنا الجوع في عينين الناس، بجد حسينا بقى بجوع للناس دي، هي محتاجه ربنا. ما انساش اليوم دوت تعبيرات الناس، كلام الناس ليا، قد ايه هم فرحانين ان الناس اللي كنا بنراسلهم وفي جوابات بينا وبينهم راحه جايه وقت طويل، اخيرا شافونا، اخيرا اتكلموا معانا، اخيرا بعد ما كنت عمال اتكلم مع حد على الفيسبوك وقت طويل، اخيرا وش في وش بقينا بنتكلم مع بعض، بنصلي مع بعض، هو بيقول لي احتياجاته وانا بكون برد قدامه في ساعتها، مش مستني 3-4 ايام او يومين اكون برد عليه. ده فرق معايا قوي وحسيته تشجيع من ربنا لينا ان يلا كملوا، انا عايز الحته دي تكون بتكبر، انا نفسي تكون في اسكندريه وفي مصر ويمكن تكون كمان بره مصر الوقت الجاي. في مايو 2008 عملنا الحدث الثاني لقد التحدي، وكان عنوانه انا مسيحي احب الرياضه. وصلنا للناس كلها اللي بتلعب كوره، بس كانت مشكله الناس دي اللي هو كان الاشتراك بتاع الدوره والماديات بتاعتهم كانت مش بيقدروا يدفعوها، بس ربنا بعت يعني خلى الناس دي تيجي وتخش الدوري ده. كان ليه صدى كويس قوي مع الناس، بدانا نكون بنوصل لناس جديده غير الحدث الاولاني. جم هم الناس اللي بجد محتاجه تسمع تاني واللي عرفت ربنا، وجابوا معاهم صحابهم، ودول خلاهم اليوم ده خلى الناس تعرف اكتر عن ربنا
وتفهم ايه الرياضه دي، ازاي انا كنت جاي العب وازاي عرفت ربنا عن طريق اللعب. فابتدينا نلعب معاهم ونخش معاهم بجد في اليوم ده، بجد احنا حبيناهم قوي، وابتدينا احنا كنا بنعمل مشاركه معاهم في الاخر بعد الخدمه، وابتدينا نوصل لناس ناس كتير قوي، ونكون بنصلي معاهم ونكرز لهم في اليوم دوت. وده كان نجاح وبيقوينا، وربنا كان بيتمجد معانا وبيزقنا من خطوه لخطوه، وكنت حاسس قوي بايد ربنا، وقد ايه التحديات كل شويه بتزيد، لكن في نفس الوقت النجاح بيزيد اكتر واكتر، وكان مجده بيكبر في وسطينا. كان الهدف من كده احنا كنا نوصل لفئه ما حدش وصلها قبل كده، كان فيها صعبة قوي، بس ربنا عطانا نعمة ووصلنا كرازة لحدود 1000 شخص. في أغسطس 2008 بدأنا نجمع الناس اللي احنا وصلنا لها في الأحداث اللي فاتت، وبعد كده ابتدينا نعمل مؤتمر رياضي ان نكون معاهم نقضي 3 ايام، ناكل ونشرب، نتكلم مع بعض، نصلي مع بعض، يبقى في خدمات خلاصيه، بحيث ان احنا نكون بنجهز ناس ان هي تكون تلاميذ في الوقت الجاي. المؤتمر ده بجد احنا كنا بنوصل الرساله في الايام وفي في الدوري الكوره ده. لكن ينفع تعيش انسان وتقرر بعزيمتك وبارادتك انك انت تعمل ايه؟ قولوا معايا تعمل ايه؟ تغير. كمان كان جوايا قوي فكره ان يبقى في تضاعف روحي، كمان ان اللي يجي يكون بيجيب حد معاه ونزيد ويكون بيكمل، نفس فكره يسوع لما كان موجود وكان بيعمل فكره التلمذه. كان جوايا قوي فكره ان مش بس نوصل للشخص ومش بس نوصل له الكرازه، لكن كمان ان هو يكون بياخد ويشارك بيها ناس تانية كمان معاه في المجتمع بتاعه وفي الدايره اللي حواليه. وفي المؤتمر قدرنا ازاي نكون بنتلمذ الناس دي، وازاي نكون بنديهم متابعات، وازاي نكون بنقعد معاهم ونكلمهم على ربنا. بعد المؤتمر دوت بدأنا نفكر ازاي نكون في حصاد، نمسك سمك في ايدينا حي. فبدأنا نفكر مين الناس اللي ينفع نكون بنبدأ معها مجموعات التلمذة ديت. كان في رشحنا حوالي 10 افراد، بدأنا نتكلم معاهم وناخد وقت معاهم ان احنا نكون بناخد التدريب ومجموعات، لكن فعليا اللي قدر يكمل من 10 دول كانوا 3 بس، وده كان يمكن يبان للناس انه رقم قليل، بس بالنسبه لنا كان مكسب حقيقي، وكان بعد مجهود طويل قوي، وكان بعد صوم وصلاه وتكريس. فقد ايه 3 دول كانوا سبب بركه كبير قوي ان هم يزيدوا على الفريق، ونبقى عددنا في اول 2009 نبقى عددنا 6 افراد، وبدا الفريق يكبر وياخد خطوه جديده. وكان تشجيع كويس قوي من ربنا ان هو يكون بيقول لنا انا معاكم وانا بكسركم وانتوا بتضعفوا، فده كان فارق جدا معانا معنويا. انا نشأت حليم، كان في يوم رياضي فطلعت معاهم، لاحظت من طريقه كلامهم وافعالهم مع الناس اللي هم صادقين قوي، تعاملاتهم بياخدوها من ربنا، قراراتهم حسيت ان هم قريبين قوي من ربنا، فحبيت ان انا اكون زيهم كده. انا اسمي مايكل عزت، انا كنت اعرف واحد صاحبي على الفيسبوك وكان عايز يطلع مؤتمر، قال لي ما تيجي نجربه ونطلع مؤتمر اسمه قد التحدي. قلت له ماشي اوكي، كان همي كله العب واتبسط، بس انا بصراحه شفت الناس اصلا المسكين المؤتمر فيهم حاجه مختلفه، فما اعرفش. واللي عرفت اللي هم دول بيخدموا ربنا، طب هم بيتعبوا قوي بيقدموا مجهود جامد قوي. سمعت الكلمه استفدت، قلت يا رب تعالى خش حياتي. فكلمت راجي قلت له انتوا ازاي كويسين كده، انا عايز ممكن ابقى كده. راح لي اوكي تعالى معايا، ودخلت تدريبات استفدت بجد كويس قوي منهم، وتغيرت فيها حاجات كتير، كنت فيه خطايا كتير قوي كنت مسكاني قوي اتخلصت منها، حاجات كتير كانت وحشه فيها اتغيرت. يعني انا كنت ضايع قوي، كنت حاجه وحشه قوي، فبقيت حاجه كويسه. فانا نفسي قوي كل حد يبقى كده، يعني نفسي الوقت اللي جاي اللي انا اساعد ناس اللي زي ما اتعامل معايا اعمل معاهم واغيره ويتغيروا زي. شهر فبراير 2009 بدأت ان انا ربنا حط على قلبي قوي ان الرؤية لازم تكبر، الحلم لازم يزيد، الاهداف جوانا للسنة دي مختلفة. فحسيت ان مش عايز اهتم قوي بالاحداث والضجة وان احنا نمشي في الحتة ديت، لكن كان قلبي قوي ان احنا نهدى ونقعد ونكون بنجهز الـ6 انفار دول، تجهيز كويس، تدريب كويس، يقدروا يكونوا بيكملوا، يكونوا بيعملوا تلمذة وارسال لناس تانية كمان مختلفة. فقعدنا نصلي كده ونفكر يا ترى ربنا عايز نكون بنعمل كده ولا نكون في حاجة مختلفة بنعملها. فلقينا ان اهم حاجة نكون بنعملها مع الناس اللي احنا نكون
بنعرفهم مين المسيح ونكون بنعرفهم الرسالة ونوصل لهم الرسالة. مش بس كده، لكن كمان نكون بنتابعهم ونكبرهم ونخليهم خدام يقدروا هم كمان يقدروا يوصلوا الرسالة لناس تانية. خدنا وقت طويل يمكن في الصوم وفي الصلاة، بدأنا نركز أكتر إن احنا ناخد تدريبات روحية، تدريبات رياضية احترافية، إزاي أكون بقدم اللعبة، إزاي أكون بعد اللعبة بكون ببني الجسم مع شخص، إزاي أكون بتواصل معاه في خلال أسبوع، وفعلا جاب ثمر كويس قوي. أكتر حاجة فرقة معايا في الأول خالص إن الناس دي كانوا جايين يوم الرياضي يلعبوا، كانوا ناس تعرفش حاجة عن ربنا خالص، كانت ناس بقى عايشة في العالم كده عادي مقضياها مخدرات مش عارف ايه حياة كده، والناس دي هي فعلا في الاخر دلوقتي معانا في الفريق بيخدموا وبيخدموا ناس تانية، فدي حاجة فرقة معايا قوي. انا فعلا مكنتش في الاول مكنتش مصدق ان الناس دي ممكن تعمل كده، بس ربنا استخدمهم مش بقوتنا احنا لكن هو قدر يتعامل معاهم. يعني بدأنا نجهز لحدث كبير في نوفمبر 2009 كان اسمه ديل أو نو ديل، وكانت فكرة اليوم ببساطة ان انا اقول للناس تعالوا احنا عاملين يوم رياضي، برضو عن طريق الفيسبوك عن طريق الجروب بتاع عد التحدي، لان احنا عايزين نقول لهم تعالوا احنا عاملين حاجة مختلفة. مش هدفنا ان احنا نوصل لهم رسالة وبس، لكن هنطلع منهم خدام، وكان ده تحدي صعب قوي قدامنا. وكانت الفكرة ديت ان احنا نكون ندخل جوه الناس ونقدر نتواصل معاهم ونبني جسر معاهم، وبرضو نعيد نفس الكرة مرة تانية ان احنا نكون بنعمل عملية التلمذة والتضاعف الروحي من خلال الاعداد اللي هتكون جاية اليوم دوت. أنا اسمي تريز، من سنة ونص تقريبا كان ليا صديقة كانت طالعة يوم رياضي اسمه ديل أور نو ديل، بس فعلا لما روحت اليوم ده بجد كان يمكن أحسن يوم رياضي طلعت فيه، بجد فرق معايا جدا فعلا، اتعلقت بالفريق وتعلقت بالناس، وقلت لهم في آخر اليوم قلت لهم لو سمحتوا لو في أي يوم رياضي تاني أحب أجي معاكم، بس في اليوم ده بجد وقت الصلاة بالذات فرق معايا بجد قوي، فعلا اتعلمت بجد ازاي فعلا اصلي، بقى يبقى في نمو روحي اكتر معايا، وبتمنى بجد ان كله يعرف الطريق. انا اسمي جوزيف، كتير عجبني جو الفريق وشكل الفريق، فقلت اقول ان انا اكون معي في الفريق، وهو رحب بده وقال لي صلي، دخلت مع الفريق حسيت كده ان انا معرفش ربنا لما دخلت معاه، واحده واحده كده بيقدم خدمات خلاصيه، كنت سمعت كتير عن ربنا، لكن فكره ان كل مره بنسمع عنه انت بتتغير فيك، عرفت ربنا بجد، حسيت ان انا ما كنتش اعرف ربنا قبل كده. انا اسمي ايريني سمير، عرفت فريق هي كان عن طريق يوم رياضي كان ديل أور نو ديل، رحت اليوم الرياضي، اليوم ده كان اختلف بالنسبة لي قوي، عرفت الفريق هناك لقيت فيهم فعلا بيخدموا بجد بيوصلوا رسالة، سمعت كان راجي كان بيتكلم ففعلا لمستني قوي الكلمة اللي كان بيقولها. بدأنا فبراير 2010 مجموعات التلمذة، جمعنا كل حد الفريق كان قدر يوصله في اليوم دوت، وصلنا معاه، بدأنا نسألهم تحبوا تكملوا معانا، تحبوا تساعدونا في الخدمة ديت، وفعلا كان رد فعل الناس كويس قوي، كان في جواهم جوع، جواهم عطش كبير قوي كلمة ربنا ان هم يكونوا بيكبروا ويعرفوا، بالعكس كمان في ناس منهم كانت عايزة تتغير وتاخد قرارات مصيرية في حياتها، وده اللي بجد لمسني انا شخصيا. بعد مجموعات التلمذة لما خلصناها بدأنا نشجع الناس ان هم ياخدوا التدريب بتاع LLT، ويكون بيتعودوا ازاي يكونوا بيقدموا كرازة، ازاي يكونوا بيتابعوا في مجموعات صغيرة الناس ويبتدوا يشاركوا معاها اللي هم اتعلموا. في مايو 2010 بدأنا نفكر محتاجين اسم الفريق والفريق يكبر ويظهر للنور شوية، قررنا ان احنا نسمي الفريق هي كان او هو يستطيع، والاسم دوت فرق معايا شخصيا وفرق مع ناس كتيرة قوي، ان احنا الحاجة الوحيدة اللي كانت مجمعانا حاجة واحدة بس، ان احنا شفنا قدرة الله ان هو يقدر، ودي كانت رسالتنا للناس اللي احنا كنا عايزين نقولها طول الوقت، يا جماعة لو انت ما تقدرش هو يقدر، لو احنا ما نقدرش نساعدك هو هيقدر يكون بيساعدك، ده اللي كان مالينا قوي. حبيت قوي ان اكون بخدم وكمان بكون بوصل الرسالة، فحبيت اخش الفريق وخدمت في الفريق. انا دخلت الفريق من سنة،
السنة دي اتشقلبت فيها حياتي زي ما بقول زي ما الناس بتقول كده 180 درجة. اتغير فيها حاجات كتير من ساعة ما دخلت الفريق الرياضي. عرفت ربنا بجد، عرفت يعني ايه كلمة ربنا، يعني ايه اساعد اخواتي، اساعد مصر بجد، كل الشباب الموجودين. خدنا مجموعة تلمذة في الاول، وبعد كده خدنا كتاب بندرسه مع بعض. الكتاب ده غير فيا واثر فيا جامد. في سمر دلوقتي ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اقعد في يوم من الايام ماسك كتاب ومعايا مجموعه وبدي الناس دي او بقدم ربنا للناس دي من خلال الكتاب دوت، لكن انا بعمل كده دلوقتي. انا اسمي كريستينا منير. بجد مش عايزه اقول ان الفريق ده عباره عن ايه بالنسبه لي. انا في البدايه ما كنتش فاهمه يعني ايه خدمه بالرياضه، او ان مجرد ناس بتعمل رياضه وخلاص. ان خدمه بالرياضه دي ان انا العب حد بكسر حاجز كبير قوي بيني وبينه، انه بيقبل اي كلام بعد كده انا بقوله له. ان بجد شفت ناس كتير قوي قوي بتستنى ان بعد ما انا بلعبهم او بنعمل العاب معاهم يستنوا اي كلام من الفريق ده، او ان اي حد منهم يكون بيقول لهم اي حاجه يكلمهم. بجد ان انا كنت بروح اكلم حد اقول له انه يسوع بيحبك، او انه مات عشانك، او باي كلام من كده، انه كنت بقدم لها رساله كانت بتقبل قوي، انه بتصدق مني اي كلام مجرد ان كنت بقدم لها لعبه او ان كسرت حاجز بيني وبينها وتصاحبنا مع بعض. بدأنا نتجمع كفريق هي كان اسبوعيا، ناخد وقت صلاه مع بعض، ناخد وقت خدمه، نجيب حد يكون بيكلمنا، يكون بنكبر مع بعض اكتر، بنعمل قضي وقت سوشيال مع بعض عشان نكون متعرف على بعض اكتر، نكون بنحكي مع بعض، نتابع مع بعض الخلوه الشخصيه بتاعتنا، النضج الروحي لكل حد فينا، وبيكون كل اسبوع، وكان وقت مميز جدا. بدأنا نعمل شراكات مع ناس تانية، وكان من اكتر الشراكات المميزة اللي احنا عملناها كنا عاملين شراكة مع الكنائس. وصلنا لطوائف مختلفة، لان الرياضة لغة بينفع تتواصل بها مع اي حد. كمان قدرنا نوصل لاعمار مختلفة، مدارس احد، اعدادي، ثانوي، شباب، خريجين، اسر. كنت فرحان قوي اني كنت شايف الرياضة لغة ينفع تتكلم بها مع اي حد، ينفع ولد صغير حد كبير في الكنيسة تكون بتقدر توصل له، تكون بتقدر توصل له الخدمة بطريقة مختلفة، أحسن من التلقين إن هو يفضل قاعد في مكانه في الاجتماع ويسمع حاجة معينة، لكن يجري ويتعلم حاجة بالخبرة. فدي كانت مميزة جدا معانا. كان مميز جدا في 2010 إن إحنا بدأنا نعمل شراكات مع المدارس، يعني مش بس المسيحية لكن كمدرسة، كان إحنا نقدر نوصل نعمل أيام رياضية لأولاد المدرسة. يمكن كان العدد كبير قوي علينا وكانت أعداد ضخمة، لكن بجد فرق معانا قوي إن إحنا نكون بنزرع مبادئ بسيطة جولة دوت، ان هو ازاي يكون ما بيكذبش، ازاي ما يكونش بيسرع حاجة من حد اللي جنبه في الفصل، ازاي يكون بيسمع كلام اهله في البيت. كلام بسيط قوي لكن بجد فرق معاهم، كمان فرق مع اهالي الولاد دول. كمان عملنا يوم تاني كمان مخصوص للمدرسين بتوع المدرسة، وكنا بنتكلم معاهم في عن طريق اللعب برضو، ان ازاي اكون قدوة للولد، ازاي اكون بقدر اوصل للولد المعلومة، مش بطريقة بس ان انا احفظه، لكن بطريقة ان انا احركه، بطريقة اغير في عاداته في تقاليده. وده فرق معانا قوي كمان من الفيدباك بتاع مدير المدرسة لما قعد يتكلم معانا، وقال قد ايه احنا قدرنا نوصل التعلم بالخبرة مع المدرسين دول. كان من الجميل قوي كمان ان احنا نكون بنعمل شراكات مع الهيئات اللي حوالينا المسيحيه التانية، ان احنا نكون بنتواصل معاها ويكون في تبادل بيننا. فكنا مثلا هنا حتى جوه الهيئه البيت الواحد كنا بنساعد الهيئه، المجتمع، الجامعه، كل الخدمات التانية، الاطفال اللي حوالينا كنا بنساعدهم، وهم بياخدوا مننا افكار، ونكون بنروح ونعمل لهم ايام. حتى عملنا يوم رياضي كمان للاستاف، كان اول مره يمكن يتعمل في مصر نوت ان احنا نجمع الاستاف كله ويتعمل يوم رياضي زي سوشيال بس عن طريق الجيمز، وكان بيقدمه الفريق بتاعنا اليوم دوت، وكان يوم مميز جدا. كمان عملنا شراكات مع هيئه دار الكتاب المقدس، مع كليات اللاهوت، ازاي نكون بنعمل ايام مختلفه رياضيه للهيئات ديت. بدأنا نعمل في 2010 تحدي جديد للفريق، تحدي صعب مش قليل بالنسبة لهم، لأنه ده أول مشروع يكونوا هم اللي بيبدأوا عليه من الصفر. بدأنا يسموا المشروع خليك كسبان. كان تحدي صعب
صعب ان احنا نوصل 16 فريق كلهم عن طريق الفيسبوك، بس كان جوانا ايمان وثقه، وكمان حاسين ان ده مجتمع مليان ناس. تعرفت على دوري خليج من الفيسبوك. انا تعرفت على موضوع الدوري ده من خلال الفيسبوك طبعا، وسائل الاعلام، اكتر وسائل الاعلام الانتشارن دلوقتي يعني. كان في الاعلان بتاع دوري خليج كسبان وانضمينا والله. انا جات لي رساله على الفيسبوك وانا بفتح الفيسبوك فلقيت الرساله دي، فقررت ان انا اشترك وكلمنا بعض كشباب كلنا مع بعضينا واشتركنا، عملنا فرقه واشتركنا بيها يعني. وكانت المفاجاه فعلا ان احنا يمكن بعد 10 ايام من الحجز، من ناحيه فتحنا باب الحجز على الفيسبوك، لقينا 16 فريق فعلا بداوا يقدموا لنا ويعملوا الابلكيشن ويبعتوا لنا وعايزين يقابلونا وعايزين يحجزوا معانا، وكان مردود فعل كويس قوي، ونشكر ربنا ان ربنا اعطانا الخط ده ان احنا نكون بنمشي فيه. والهدف من الدوري ان احنا نجمع حوالي 250 فرد بيتجمعوا اسبوعيا كل يوم اربع، بيلعبوا 8 ماتشات بصوره احترافيه جدا. I thought it's so good to get Christians playing football, because often Christians don't have an opportunity to really play football at this level. So it's great to be here in Alex, which is my city, this is where I live, and to see lots of people from all over the city playing football, hearing about God, enjoying themselves. I think it's fantastic, really good. التحكيم الحقيقة كويس جدا يعني، ما بنشوفش التحكيم ده في الدورات اللي بنشترك فيها، فدي حاجة كويسة يعني، التحكيم حاجة حلوة. انا ما كنتش متوقع انه هيبقى كده، وطلع صراحة جامد قوي. التحكيم طبعا كان حلو قوي، وكفاية التنظيم يعني، الدنيا متنظمة كويس، ما فيش حد بيدخل في الملعب، ما حدش بيعدي. انه الدوري يعني متنظم تنظيم كويس جدا، مجمع فرق قوية جدا. لا التحكيم كان كويس والماتش كان كويس بصراحة. Jesus took the punishment for all of us on the cross. عملنا سايت مخصوص لخليك كسبان، ينفع كل واحد يدخل يشوف الرساله، في جزء مخصوص ان رساله خلاصيه واضحه في السايت. كمان عشان يبقى عامل جذب عملنا فيديوهات، ركن للميديا، ركن للماتشات اللي هو بيلعبها يروح يشوفها، عملنا الاخبار بتاعتها، عملنا دوري بلاي ستيشن، وكل ده عن طريق السايت عشان يقدر يكون بيتعرض للرساله. كمان من الجميل قوي في الفيسبوك ان احنا عملنا جروب سميناه خليك كسبان، عاملين فيه شات ينفع كل الناس بتكون بتتكلم مع بعض، ومقسمين الوقت علينا، الوقت بتاع بعد الظهر كل حد فينا بياخد ساعة يقعد يفتح كلام مع الناس، يبتدي يكون بيوصل رسالة يتعرف على الناس اكتر، ويكون عامل جذب ان هو يتعرف على ناس جديدة كمان. بالاضافة لكده عملنا ايام رياضية، كل يوم رياضي بناخد فيه 8 فرق من 16 فريق، ان هو يكون بيجي معانا في بيت في العجمي في اسكندرية.
بيكون عاملين له العاب تري ماتش وجيمز، وفي نص الجيمز ديت بيكون في ختمه خلاصيه. بنتعرف على الناس اكتر ونبني معاهم جسر عشان نقدر نكون بنصطاد ناس تكون بتخش الوقت الجاي في مجموعات التلمذه معانا. يعني حسيت ان انا لازم ارجع لربنا، و 26/11 ده يعني يوم هيغير لي حياتي بقيت عمري. انا حسيت ان كل الكلام عليا، صدقني يعني انا مش حاسس ان هو بيكلم الشباب، انا حاسس ان هو بيكلمني انا كمان بصفه لوحدي. حسيت ان انا اخد قرار في حياتي كلها النهارده. For greater things have yet to come, and greater things are still to come.